يوم جديد وهنعمل صنف جديد، الدجاج الصيني أو دجاج على الطريقة الصينية. هعمله على الطريقة الصينية بس على طريقتي أنا وتكاتي أنا وحركاتي أنا، إن شاء الله يعجبكم. بعمله بطريقة سهلة وبسيطة، مش بنحط فيه كل الصوصات اللي هم بيحطوها، عشان ممكن في ناس هتقول إن هي غالية أو هجيبها بس عشان أعمل الطبق ده. لأ، ممكن نجيبها بحاجات متوفرة عندنا في البيت وبيطلع حلو جدا زي أفخر المطاعم الصينية اللي بيتقدم فيها. وكمان هقدمه بشكل جديد، هم بياكلوه طبعا بالعصايتين دول، هقدمهم بيها علشان يكون شكله وطعمه على الطريقة الصينية. إن شاء الله لو جربتوه هيعجبكم طعمه وشكله، كمان شكله على السفرة بيكون لذيذ جدا. ممكن ناكله مع رز بسمتي، بيدي طعم وشكل على السفرة حلو جدا. جربوه إن شاء الله هيعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بصحة وعافية وهنا. بعمل اليوم الدجاج على الطريقة الصينية، هنعمله بالطريقة الصينية بس كمان بتكات مني انا، يعني على طريقتي برضه، بس هنعمله بالطريقة الصينية. يلا نشوف مع بعض المقادير والطريقة. عندي دجاجة مقطعاها 4، وبعدين قسم الـ4 8، يعني مقطعاها لـ8 قطع. هو المفروض الدجاج الصيني بيتعمل بالصدور بس، بيجيبوا الصدر وبيقطعوه مثلا 3 قطع، كل صدر 3 قطع، علشان يطلع شكله في التقديم حلو وسهل كمان في الأكل. بس أنا هعمله بعظمه وبالجلد بتاعه علشان يطلع لي كمان شكله حلو، وكمان العظم مع التتبيلة دي بيطلع طعمه أحلى. عندي إيه كمان؟ عندي معلقة نشا كبيرة ممسوحة، عندي بصل اخضر، لو عندكم بصل اخضر، مفيش بصل اخضر هنحط بصل عادي. وعندي ايه كمان؟ عندي فصين ثوم هرساهم وبشراهم، وعندي جنزبيل، قطعه من الجنزبيل الطازه بشراه او مقطعاه صغير، فلفل حار كمان عندي للي بيحب، هو طريقته بالفلفل الحار، اللي ما بيحبش هيحوش الفلفل. عندي ايه كمان؟ عندي معلقه كبيره من الكاتشب، معلقه كبيره من الخل الابيض، معلقه كبيره من صلصه الصويا اللي هي الحلوه، هي دي اساس ايه الاكله الصينيه. وعندي معلقه صغيره من المستردة، لو عندك الخل، خل الارز اللي مكتوب عليه في السوبر ماركت خل الارز، هتحطي منه معلقه كبيره. يلا نشوف مع بعض ازاي هنبدا الطريقه. اول شيء بعمل ايه؟ بتبل الدجاج ده، بتبله بايه؟ بملح وفلفل، لو عندك الفلفل المجروش اللي هو ايه زي مجروش خفيف كده هتحطي منه، بيدي طعم حلو. كمان الملح جدا، هدعكه كله بالملح والفلفل عشان ما يبقاش الدجاج معايا فيه زفارة ولا شيء. وطبعا من الاول غسلينه كويس جدا، منظفينه وغسلينه بمية وملح وكمان شوية من الخل، وبنسيبه شوية فيها عشان زفارة الايه الفراخ او الدجاج ما تطلعش معايا، بيبقى طعمه حلو. كل ما بتسيبوه في الخلطة شوية في الملح والفلفل بيديله طعم كمان حلو جدا. يعني هسيبها في الخلطة دي شوية في الملح والفلفل، على بال لما نعمل ايه مع بعض، على بال بقى ما ندوب النشا مع الكاتشب والتوابل التانية. الخطوة اللي بعديها ايه؟ عندي النشا هحط عليها نص كوباية مية تكون باردة شوية، طيب، وهقلبها كويس عشان ايه؟ عشان النشا ما تتكتلش معايا بالطريقة دي. شايفين دابت جدا، المية الباردة بتدوبها على طول. خلاص كده دابت، هحط عليها ايه؟ هحط عصير الليمون، عصير ليمونة تكون كبيرة شوية بحط عليها، وهحط كمان الخل، معلقة صغيرة من الخل، وقلت لكم لو عندكم خل الأرز برضو هتضيفوه له. هنحط الصويا صوص اللي هو المكون الأساسي معايا، بسم الله، هحط قد معلقة صغيرة، هحط كمان مستردة وهقلبهم كويس جدا، هحط كمان الكاتشب، هقلب كويس، تقلبي كويس جدا عشان الخليط ايه يكون متجانس معانا.
دي الخطوة التانية، هفضل اقلب اقلب وهحط معاهم كمان ايه شوية سكر، شوية من السكر البني يعني قد نص معلقة بس مش كتير. ما عندكيش سكر بني زي كده هتحطي سكر العادي الابيض بتاعنا العادي، واقلب كويس جدا واركنه بقى على جنب. هنسيبه بقى على جنب ويلا بينا نقلي الدجاج او نحمره ونشوف الطريقة معايا ازاي بقى. عندي هستخدم ايه؟ هستخدم الووك. الووك ده اللي هو زي مقلاية بتكون يعني عميقة او داخلة شوية، ممكن تحطي في الحلة زي كده. هعمل فيها ايه؟ هحط فيها معلقة كبيرة من الزيت، ممكن كمان تحطي يعني حاجة بسيطة. وهبدأ انزل بايه؟ هنزل بالجنزبيل الطازة اللي معايا الفريش، وهنزل كمان بالفلفل الحار بالطريقة دي، واقلبه ايه؟ واقلبه شوية بس ياخد لي ايه ريحة الجنزبيل تطلع معايا. وكمان هقلب المكسرات اللي معايا، اللي انا حاطه لوز وحاطه عين جمل، ممكن تحطوا الكاجو. الكاجو اصل الاكلة اللي هم بيحطوا فيها بيحبوا الكاجو. انا ما عنديش كاجو، فهحط عين جمل وهحط لوز، احمره بس معاه شويه بس ياخد لي ريحه حلوه يعني. وهنزل كمان بايه؟ هنزل بالبصل اللي معايا، لو بصل اخضر هيكون احلى. وهقلب على طول عشان البصل ايه مش عايزاه ياخد لون، بس يدبل معايا شويه. ضيف الثوم، فص الثوم اللي معايا، وبعد كده هضيف ايه؟ هبدا انزل بالدجاج عشان هو كمان ياخد لون معايا. هضيف كده بسم الله، ضيفي واحده واحده كده عشان ايه؟ وخليها على ناحيه الجلد عشان تاخد لون حلو معايا. خليها على ناحيه الجلد. حطيت كده كل الكمية معايا، اسيبها بس تاخد لون شوية وبعد كده اقلبها. عشان الدجاج ليه بعمله كده؟ عشان يكون يمسك معايا الدجاج. جربوا الاكلة دي ان شاء الله هتعجبكم، يعني تغيير، مش كل يوم بناكل نفس الاكل وكده، لا لازم نتعرف كمان على اكلات البلاد التانية علشان نعملها، هما كمان هيعملوا اكلنا، يعني بيحبوا الاكل المصري. اي حد بيحب الاكل المصري على فكره. هعمله بالطريقه دي، نقلبه بس شويه ياخد من ريحه البصل والثوم لون وطعم. المكسرات كمان في الاكل مفيده جدا لو احنا ضفناها في الاكل، هي اخذت لون حلو يعني. شايفين الصوص اللي من تحت كمان عطى ايه؟ هيدي لون حلو جدا، شايفين مع اللوز، وده هيدي لون حلو جدا يعني. لو بتحبوا زي ما قلت لكم تحمروها اكتر من كده ممكن تحمروها، ما فيش مشكله. خلاص انا قلبتها كده، وهبدا بقى ايه انزل بالنشا. ويا ريت تعملوها في حاجه مش بتلزق عشان ما تضايقكمش وانتوا بتقلبوا او تلزق معاكم، فياريت يكون زي الووك اللي هي عميقة كده عشان ما يجيش اي شيء يطير من الزيت عليكم، هتكون احسن وافضل يعني. هقلب بقى اللي معايا النشا، لازم النشا يتقلب تاني طبعا بالشكل ده، شايفين لما بينزل عليها. هنزله بقى كده واحدة واحدة مع الكاتشب، ونقلب بقى. وهسيبها في ايه؟ هسيبها قد نص ساعة. لو لقيتوها ان هي عايزة مية تاني عشان يعني زي كده، هروح بقى ايه سايباها بس خمس دقايق، خمس دقايق وهزودها تاني عشان تطلع معايا بلون حلو، وكمان الصوص ما يكونش تقيل معايا. شايفين؟ بس انا هغطي عليها بالشكل ده خمس دقايق بس، وهرجع هسخن ميه وهحط عليها الميه السخنه. بعد ما مروا الخمس دقايق هفتح عليها بالشكل ده وهزيدها ايه شويه من الميه، يعني كل خليها مثلا
خمس دقايق 10 دقايق عشان احنا عارفين النشا، عشان ما تتكتلش معاكي النشا. بس بقلبها كده، شايفين اخدت اللون ايه؟ اخد اللون حلو جدا. وبقلبها فيها وبسيبها بقى كده لمدة نص ساعة، كل 10 دقايق حطي لها ايه؟ شوية مية عشان الدجاج يستوي ويعمل معايا صوص. ممكن كمان ان انت كنت تحطي صوص النشا ده اخر شيء خالص، ممكن تحطيه كده، بس انا عشان يديني الطعم كامل. لكن هو المفروض ان ما اللي احنا عملناه النشا والكاتشب والخل والكلام ده يتحط اخر شيء، وبعدين بنسيبه 5 دقايق وبنطفي عليه النار. بس انا حبيت ليه من البدايه بيديله طعم احلى. يعني هسيبه بقى على نار هاديه، بقى لمده قد ايه؟ نص ساعه. كل 10 دقايق نحط له شويه من الميه عشان الدجاج معايا يستوي. بشوفكم ان شاء الله لما يستوي. قدمته بالشكل ده، شايفين شكله؟ شكله طبعا يفتح النفس، طعمه اصلا بيطلع لذيذ لذيذ جدا جدا جدا، يعني طعمه خطير وشكله على السفرة شيك كمان لو كنتوا عازمين اي حد. طبعا هقدمه بالطريقة الصينية، الصينيين بياكلوا بالعصايتين دول، مش عارفة اسمهم ايه بس احنا بنقول عصايتين، بيمسكوا الاكل كده وبياكلوا، عشان كده هم نحاف لما بياكلوا بيه الرز، لان بياكلوها رزية رزية. انا هحطها بالشكل ده بس تديني منظر، وعشان تعرفوا انه هو طبق صيني. اتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى كمان ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. شيء جديد واكلة جديدة ممكن نعملها على السفرة لو كنا عازمين ضيوف، او ممكن كمان نعملها لاهلنا وحبايبنا، ان شاء الله يتبسطوا بيها، لان طعمها لذيذ والدجاج فيها او الفراخ فيها بتكون لذيذة وجوسي كده طرية، طعمها حلو جدا. ولو كترتوا لها الحار شوية وحطيتوا معاها شوية مكسرات في الكاجو وكده، هتديكم احلى اكلة واكنكم بتاكلوا في مطعم صيني. اشوفكم في فيديو جديد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.